في ظروف الحالية الصعبة، أفتكر أنه على مناسبة هي فإن مع الأسرة يسرا، إن مع الأسرة يسرا. مرحبا بكم أدار داركم. مرحبا، أهلا وسهلا، تفضلوا. هذا سؤال كويس. أفتكر أن كثير من الأشياء، وأعتقد أن كلنا لدينا هويات متعددة. أنا ابن وزوج وأب للثلاثة أولاد، وأنا دبلوماسي طبعا، وأنا مهتم بالعلوم السياسية والاقتصادية. وعندما تسمح لي الفرصة، أنا راكب الدراجة ولعب تنس وطيار باربونت متبادل. أصلياً في أم الدنيا في القاهرة، ولكن الآن أنا في أبو الدنيا في الجزائر. وألمت، ولكن لازم أتمرن مع أصدقائي الجزائريين. إيجابية جداً. أفتكر أنه كل البلدين يمر في فترة التغيير. وفي غضون التنوع الاقتصادية في الجزائر، في إمكانيات في بريطانيا ممكن نوفرها، مثل إمكانيات التكنولوجية. طبعا المملكة المتحدة مركز عالمية للتكنولوجيا، وفي مجال ريادة العمل كمان، وكذلك في إمكانيات مهمة جدا هنا في الجزائر بين الشباب، إمكانيات التكنولوجيا وإمكانيات اللغوية وفي روح الابتكار بين الشباب الجزائريين. ولهيك أفتكر أنه توجد إمكانيات متبادلة وأساس شراكة رابح بين البلدين. ومثل ما يقولوا باللغة العربية، الرفيق قبل الطريق، الجار قبل الدار. لغة العالم والعلم يقولوا. منذ وصولي كنت منبهر بالإمكانيات اللغوية بين الجزائريين والتنوع اللغوية هنا في الجزائر، وإمكانيات الجزائريين ليمارسوا لغات كثيرة في نفس الوقت، وهذا مميز أفتكر. وطبعا اللغة الإنجليزية تلعب دور مهم في العالم وفي العلم، وأنا أعرف أنه في اهتمام شديد بين الشباب الجزائريين لدرس اللغة الإنجليزية. وطبعا يوجد في الجزائر مجلس الثقافة البريطانية، توجد المدرسات التانية والشركات التي يتعلموا اللغة الإنجليزية. وفي هذا فترة خاصة توجد كمان، خليني أن أتذكر، توجد كمان الخدمات على الإنترنت للتعليم اللغة الإنجليزية، متوفر بالمجلس الثقافة البريطانية على الموقع
الإنترنت وكذلك خدمات الثقافة على الإنترنت. كمان شاهدت مؤخرا مسرحية شكسبير على الإنترنت. So أعتقد في هذا الفترة صعبة في إمكانيات للتمارن اللغة الإنجليزية وللتعرف للمعرفة الثقافة البريطانية على الإنترنت كذلك. في تعاون وفي مناقشات بين الحكومتين وأعتقد في إمكانيات تطويرها في المستقبل بمشاركة كمان كذلك مع القطاع الخاص. أعتقد في طاقة في طموح بين الشباب الجزائريين بين الشركات الصغيرة لتوفير خدمات مثلا في تعليم اللغة الإنجليزية. وأتمنى أن الحكومات تقدر تشجيع وتمكين هذا النوع من التجارة من طرف الشراكة البريطانية والشراكة الجزائرية. وكذلك جدير بذكر أنه كحكومة بريطانية لدينا برامج لمساعدة الطلاب الجزائرية إلى المملكة المتحدة للدرس هناك وكمان للتجربة الثقافة البريطانية ودور مثلاً المجامعات الخيرية غير حكومية والمبدأ الأساسية وهذا برنامج عالمية. المبدأ الأساسية أنه ترجع الطلاب achieving إلى بلادهم ويستخدم إمكانياتهم في خدمة الوطن البلد. وهذا برنامج مهم جدا وإحنا مستعدين لتوفير تفاصيلها إلى المشاهدينكم. وفي مجال التبادل الثقافي جدير بذكر برنامج تشيفنينغ من الحكومة البريطانية وهذا برنامج يتوفر للجزائريين الدرس في المملكة المتحدة والتجربة من الثقافة وأنشطة المجموعات الخيرية غير حكومية وبإضافة إلى الإمكانيات أو تطوير الإمكانيات التكنيكية. ومبدأ الأساسي من البرامج أن الأفراد يرجع إلى بلدهم إلى الجزائر ويتوفر إمكانياتها ومؤهلاتها إلى خدمة البلد. وأفتكر أن هذا برنامج مهم جدا وإحنا مستعدين لتوفير المعلومات عنها. أولا لازم أن نتعرف أن كورونا أسوأ كارثة وأزمة صحية عالمية من زمان وأترحم الأرواح كل ما ماتوا من المرض في الجزائر في المملكة المتحدة وفي كل البلد وأعزي عائلاتهم وأصدقائهم. وفي المملكة المتحدة أخذنا إجراءات حاسمة ضد الفيروس في محاولة لتأخيرها وبعث فيها وتخفيفها وتتوفر الحكومة البريطانية دعم للشركات وللمرضى وللناس التي لا يستطيع العمل في هذا الظروف.
كمان لازم أن نتعرف أن هذا أزمة عالمية يتأثر كل الدول، وما يحدث في أي دول يتأثر على كل الدول التانية، ولهيك في مصلحتنا ككل الجهود العالمية لمكافحة الفيروس. ولهذا يعمل المملكة المتحدة تشجيع الجهود الدولية في بحث اللقاح ضد الفيروس، لأن اللقاح الحل الدائم في المستقبل، وندعم التحالف الدولي غافي وكمان التحالف سيبي، وهذا منظمتين التي ناشطتين اللذين ناشطتين في البحث اللقاح. ولازم نتعرف أن ليس في الإمكانية أي شركة واحدة أو دولة واحدة بفرده نجاح في هذا المجال. لازم أنه في تعاون دولي، ولازم بعد ما ننجح في اللقاح لازم توفيره إلى كل ما تحتاج إليه في كل إنحاء العالم. مثل ما قال رئيس وزراء بريطاني بوريس جونسون، ليس سباقا بين الدول بل سباق الإنسانية ضد الفيروس، وكلنا مشاركون في هذا السباق وسوف ننجح معا ضده. نبذل جهودنا في تطوير لقاح وفي إبداعات وابتكار وإمكانيات فنية مهمة في المملكة المتحدة، والحكومة تدعم الشراكة الجديدة بين مثلا جامعة أوكسفورد وبين شركة أستراليزينيكا والآخر شراكة أخرى. ومن المهم أنه في تعاون دولي في مكافحة الفيروس، ونعمل في شراكة مع دول تانية، مع شركات ومع التحالف غافي وسيبي، لأن مثل ما قلت استجابة الفيروس سوف تحتاج للتعاون الدولي معا. أوه لا بأس أعتقد. أفتكر أنه أمير عبد القادر، لأن هو رمز القيم الإنسانية المهمة مثل التسامح والمعيش مع بعض، ومثلا تاريخه الحادث وهو يحمى المسيحيين واليهود في دمشق، هذا مثال لكل زمان. وفي الفترة في القرن 18 كتب شاعر بريطاني اسمه ويليام ثاكري شاعر حول الأمير عبد القادر، ولو سمح لي أتكلم هو في اللغة الإنجليزية.
Of brave men, wisest counselor. Of wise men, most brave. No less quick to slay in battle than in peace to spare and save. وهذا أعطيكم فكرة حول النظرة من الشاعر البريطاني لأمير عبد القادر. وأفتكر أنه تراثه والقيم التي هو رمزها موجودة الآن في الجزائر وجزء من ثقافتكم. وكذلك أتذكر الشخصيات الجزائريات النساء مثل زورا دريف وجميلة بوهيرد وشجاعهم في الظروف الصعبة جدا. ولأفتكر أنه هذا كمان هذا مثل الشجاعة التي نحتاج إليها في هذا ظروف صعبة. زرت الولايات المختلفة في الشمال في الغرب في الشرق وفي الجنوب. ليس كان لديني الفرصة للزيارة إلى تمرسيت في الجنوب وأريد أزورها، ولشان سمعت أن الصحراء الجزائرية جميلة جدا وأريد أزورها. شخصيا لا، ولكن أصدقائي المسلمين في بريطانيا وهنا في الجزائر يقول لي أن الصيام يذكر قيم التضامن والتعاطف بين الناس، وأفتكر هذه القيم مهمة جدا خاصة في هذه الظروف الصعبة. وأفتكر أنه مشاركة المسلمين البريطانيين في المجتمع البريطاني خاصة في هذا شهر رمضان المبارك وخاصة في هذا فترة صعبة مهمة جدا. في ظروف الحالية الصعبة أفتكر أنه على مناسبة هي فإن مع الأسرة يسرا إن مع الأسرة يسرا. منذ وصولي إلى البلد كنت منبهر بالضيافة الكريمة والصداقة الودية من الجزائريين، وأريد أشكركم على هذا الضيافة، وأتمنى أن أكثر من البريطانيين قادرين على زيارة البلد وللتجربة جمالة البلد وبخصوص صداقة الشعب. شكرا.